حرب بدأت منذ نحو 28 شهراً، ولا يعلم أحد متى تضع أوزارها. إنها الحرب الروسية الأوكرانية، ومع تزايد أعداد ضحاياها من الجيشين تلوح في الأفق القريب أزمة قد تمثل منحنى خطيراً للجيش الأوكراني وقدرته على مواصلة المعركة. قلة أعداد المتقدمين للانضمام إلى صفوف الجيش ورغبتهم في الحصول على إعفاء من القتال. في بداية المعركة عام 2022 انتظر الناس أسابيع طويلة للحصول على فرصة الانضمام إلى الجيش، والآن فإن معظم الطوابير في مكاتب التجنيد تتألف من أشخاص يريدون الحصول على الإعفاء. موظفو التجنيد العسكري يقومون بدوريات في الشوارع الأوكرانية للتحقق من وثائق الرجال في سن الخدمة العسكرية، وما إذا كانوا أدوا الخدمة العسكرية أم لا. صحف أجنبية أشارت إلى أن أوكرانيا بعدما تتحقق من الوثائق تأخذ من ينطبق عليه قانون التجنيد للالتحاق بالجيش. إننا في حاجة إليكم. هناك من يتفاعلون بإيجابية في نحو 70% من الحالات، ولا أحتاج حتى إلى شرح أي شيء لهم، فهم يدركون جيدا أنه لا أحد آخر سيفعل هذا سوى أنفسهم. لا أحد غيرهم سينضم للجيش. محاولة أوكرانية لسد العجز في الصفوف الأمامية في الجيش جعلها تقر قانونا للتعبئة لا يمنح للعسكريين أي إجازات أو تسريح، بجانب خفض سن التجنيد الإجباري إلى 25 عاما من 27 عاما. إلا أن الانتقادات وجهت لأوكرانيا جراء هذا القانون الذي يجبر المدنيين على الانضمام بلا أي تدريبات مسبقة. يخشى أغلب الناس تجديد بياناتهم في مكتب التجنيد بسبب القانون الجديد، فهي حملة تجنيد سيئة للغاية من جانب الدولة، فهم لا يشرحون للناس بشكل جيد أن هذا ليس بالأمر الذي يجب الخوف منه، ولا يشرحون للناس بشكل جيد أن فرص الانضمام إلى ألوية المشاة بدلاً من أن يكونوا مفيدين للدولة ضئيلة جداً. وخلال السنوات الثلاث الماضية خلقت هذه السياسة صورة سيئة للغاية لمكاتب التجنيد. استطلاعات للرأي تقول إن نحو 50% من الأوكرانيين يعتقدون أن التعبئة تسير بشكل سيء. هذه التقارير واستطلاعات الرأي عن سوء التجنيد واللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي للمناوشات بين المجندين والمواطنين أدت إلى عزوف أكثر من 60% من المدنيين عن الالتحاق بالجيش رغم المحاولات الأوكرانية لسد الفجوة.